احنا رايحين اولمبياد باريس 2024، والسؤال ده انا عايزك تجاوبني عليه في الاول باجابه مختصره ومقتضبه جدا، يا اه يا لا. حاليا بمستوانا الحالي نقدر نوعد الجماهير الرياضيه في مصر، انت عارف ايام الاولمبياد كله بيتفرج على الاولمبياد، اللي بيحب اللعبه او مش بيحب اللعبه، هل مصر قادره عن طريق اي لاعب او لاعبه في اولمبياد باريس 2024 ان احنا نحقق ميداليه؟ ده معناه ان احنا نوصل لمباراه تحديد حتى على اقل تقدير التالت والرابع، هل احنا حاليا نقدر؟ هو انا عشان ابقى صريح مع حضرتك وانا دايما لعلم حضرتك صريح في اي مكان بصراحه وفي اي اجابه، هرد عليك اجابه مقتضبه بس اديني بس ايه جزء صغير. لا الاول قول لي اجابه مقتضبه. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا برضو اتشرفت ان انا كنت رئيس بعثه منتخب مصر، انا اكلمك بالواقع بقى. ايوه كنت رئيس بعثه منتخب مصر في بطوله العالم في الصين الاخيره، رئيس اخر بطوله عالم للفرق كانت في الصين في شهر اكتوبر 2022. فانا هكلمك من واقع اللي انا شفته، ان الفرق المستويات فيها والتركيز والصرف والاهتمام لا يا جماعه ده حاجه مش طبيعيه. يعني انا شفت فرقه الصين زي ما حضرتك بتتكلم كده على الصين، هي رقم واحد واثنين وثلاثة، وقعد عد كأبطال عالم لسنين متواليه وسنين متتاليه، واظن ان ده مش هينتهي، لان الناس دي فعلا انا شفت ان كميه الاهتمام باللعيبه هناك مش طبيعي، كميه التمرين مش طبيعي، التركيز مش طبيعي، لدرجه ان حضرتك ذكرت مالونج ده تحس ان سبحان الله بني ادم ربنا خلقه علشان لعبه تنس طاوله، موهبه غير عاديه، واحد يا جماعه واخد اكبر ارقام حققها على مستوى العالم، محدش وصل اللي هو وصل له مالونج على المستوى ان هو حقق القاب عالميه واولمبيه ما حدش وصل لها بصراحه. انا شفت بقى الناس دي بتعمل ايه، فانا رجعت عندي قناعه ان انت عشان تنافس الناس دي، الكلام ده مش انا وانت او اي حد يعني قاعد هنقعد نقول لا ده الناس دي يا جماعه علشان تخش في وسطهم انت محتاج حاجات كتيره جدا وحاجات تتنفذ على ارض الواقع ما نلحقش في باريس 14. صح خلاص انا جبت حضرتك.